الكرام في هذه الاندفاعة المميزة والرائعة والجميلة، مباشرة نسير مع هذه الانطلاقة ومع هذه التحديات الرائعة التي نشاهدها من خلال هذه المنافسة، مباشرة إلى مقدمة شوط شاهين. سعيد بن محمد بن سعيد بالكيلة يتقدم في المركز الأول، بينما المركز الثاني شاهين للسلطان بن محسن ايضا المحرمي، والمركز الثالث الوصول من الشهم راشد بن سالم بن راشد الساعدي، بينما دخول الباز لطالب بن علي اليحافي بدا يغير الى الصداره الى المركز الاول القادم من السلطنه بالفعل ليقدم لنا هذا الاسم، بينما وصل هملول سالم بن حمد بن ميحي يقدم هذه الانطلاقه، وشاهين لمحمد وسلطان المالكي ايضا يتدخل من عمق الميدان راعي تكريت، ولكن عوده على اللي غير الصداره اللي غير المركز الاول الباز طالب بن علي اليحافي. اليحافي يتقدم في المركز الاول في الصداره الاولى في المقدمه الأولى، ما شاء الله من واقع الشكل بأن باز بن يميل أحد محميات الأبيض اليحافي، يتقدم طالب بن علي أيضا اليحافي. يا سلام الباز 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 بدأ ينفرد، الباز بدأ ينطلق، الباز بدأ يقدم العروض، من القادم يا ترى؟ من الواصل يا ترى؟ هنا القادم كفو لحمد بن بيات الرميثي، وصل في هذه اللحظات وشعار المالكي يتقدم من خلال شاهين، والوصول من شعار القبيسي مع هملول عتيق بن مطر القبيسي، ولكن الباز والقدوم الاخر من لابق لايضا او لايق لسالم بن سعيد الوهيبي وصل لايق، ما شاء الله الوصول ما بين الباز وما بين لايق او لابق، ولكن سالم بن سعيد الوهيبي في المركز الثاني والمركز الاول الباز طالب بن علي اليحافي. تهانينا على هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول مع هذا الشوط، تهانينا اليحافي. المركز الثاني سالم بن سعيد الوهيبي، المركز الثالث ايضا هملول عتيق بن مطر القبيسي، دقيقتين 10 ثواني 34 جزءا من الثانيه، تهانينا والناموس لمالك الباز على هذا الفوز الجميل، حيث ايضا توقيتنا الزمني قلنا دقيقتين 10 34، تهانينا والناموس.